السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن، وتحية لكل شعوب المغرب العربي في المغرب وفي ليبيا وفي تونس وفي موريتانيا. تحية عاطرة من قناتكم قناة أوروفين أكديزات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية والعالمية وخاصة المغاربية. تحية عاطرة. حصة اليوم مهمة ومهمة جدا، لازم تتبارطاجها بزاف لأن فيها أخبار صادمة، أخبار صادمة وستصدم عدة أطراف في هذا الفيديو. جاتنا أخبار شبه رسمية ومن مصادر جد موثوقة. الخبر عندي في حوالي الساعة 9 ليلا والخبر عندي، وقمت بعدة اتصالات وجبت لكم الخبر الميقون، مستجدات كبيرة في ملف مشاركة المنتخب المغربي في الشان الجزائر الذي ستنطلق غدا 13 جونفي إلى 4 فيفري. مستجدات خاصة بعد لقاء رئيس الكاف موتسيبي ورئيس الفيفا الفونتينو ورئيس الجزائر تبون. الأمور كما يقولوا غادي تتبعوها. شفنا اليوم تصريح جاني بعد شاب 5 دقائق ولا جاني واحد صريح تاع رئيس الكاف رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع، اللي ما زال يهدد ومتعنت ويقول باللي ما نجيش إلا في طائرة خاصة ونجي في الخطوط الجوية المغربية الملكية. الله يرحم. نسمعوا واش قال من بعد نعطيكم واحد الأخبار. خاوتي عندكم اليوم تسمعوا، عندكم اسمعوا معنا واش قال. اولا كيف شاف البلاغ، فالرحله تاع الفريق الوطني كانت مقرره اليوم 10 يناير، وهذا هو الطلب اللي كنا تقدمنا به للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، واللي وضحنا فيه كل المراسلات اللي تمت بيننا وبين الكاف، وضحنا بانه يعني بعد 10 من يناير اليوم 11 اننا مازال ما توصلنا باي رد، فهذه طبيعة الأمور أن الفريق الوطني المغربي تعذر عليه لحد الآن أنه يتنقل إلى قسنطينة باش يلعب المباريات نتاعو نتاع الشان كما كان مقررا وكيف ما كان يعني تم التخطيط له منذ أشهر. الفريق الوطني المغربي لابد أن أشير أنه منذ التأهل لهذا الشان واللي كانت مقررة بالجزائر، الفريق الوطني استمر في الاستعدادات نتاعو، ونقول لكم بأنه في هذا الوقت هذا الفريق الوطني مازالت يستعد بمركب محمد السادس لكرة القدم. قالكم مازال المنتخب تاعني راه يستعد، واليوم الخميس صباحا رجعوا بعد أعطاهم عطلة تاع يومين، جاتهم مستجدات خاصة بعد كان ينتظر الفيرد تاع الفانتينو وخاصة رئيس الكاف موتسيبي، وبعد المساء التقوا مع تبون. وحنعطيكم على المستجدات واش وقع في الجلسة تاع تبون بإذن الله. عندكم أخبار قوية جدا. يحمل المسؤوليه للجزائر، قال لك يعطونا لوطيزاسيون راه جايين نلعبوا ونلعبوا وندافعوا على اللقب تاعنا بالقدر. قال لك كملوا معنا تشوف قال اليوم سواء ذكور او اناث تتنقل ناقل
واش قال؟ وخصو اللي خصو يعتنى الترخيص للفريق الوطني ان الطائر نتاع الخطوط الملكيه المغربيه اللي هي الناقل الرسمي لكل المنتخبات الوطنيه، وهذا ماشي جديد يعني منذ سنوات، منذ توقيع هذا العقد سنه 2017 وكل الفرق الوطنيه سواء ذكور او اناث تتنقل عبر الخطوط الملكيه المغربيه. وبالتالي الشيء الوحيد الذي ينقص هذه المشاركه هو هذه الرخصه والترخيص باش الفريق الوطني. وكيف كتعرفوا يعني نحن على بعد مسافه قصيره، وكتطلب وقت قصير من الطيران في اي وقت نتوصل به بالرد الايجابي. الفريق الوطني مستعد ومهيئ للسفر الى قسنطينه. قال لكم انا رحله قريبه الجي الرباط قسنطينه، قال لك انا ما عنديش رومبوا ولا كما يقولوا مواقع التواصل الاجتماعي ولا على اسطنبول ولا هذيك. قال لك انا رحله تاعي ديريكت، والغرام هي الراعي الرسمي والناقل الرسمي للمنتخب. قال لك هذه ما فيهاش اخر المشاركه في الشان واجراء مباريات. بالعكس واكثر من هذا، فاحنا نعتبر بانه الى ما تمش هذا الترخيص وما تعطاتش الفرصه سيكون يعني حرمان للشباب يستعدوا لفتره طويله في احسن الظروف وبكل جديه كما قلت اولا لتشريف الفريق الوطني المغرب وايضا للحفاظ على اللقب نتاعهم. وغادي يكون هذا كيف ما قلت حرمان، وهو ما يتناقض مع كل الاعراف المؤسسه لكره القدم. طيب واضحه وضوح الشمس. قال لكم باللي قال لكم ما عندي ما ندير، قال لكم القرار واضح، تعطوني طياره ما تعطونيش طياره منش. اخبار جاتنا بدايه من الساعه 8 و 9، اخبار صادمه للطرف الجزائري، لان بعض الناس هتقول لك بلي طائره المغرب تجي غدوه العاشره، والناس هتقول لك يجي على اسبانيا، واحد يقول لك يجي على تونس، واحد يقول لك يجي على اسطنبول. ولكن الخبر اليقين بنسبه تقول 95%، مش من بعد يقولوا والي. انا جاتني من مدينه قسنطينه من المطار من لجنة التنظيم، المنتخب المغربي غدا سيصل في رحلة، نكملها لكم، رحلة مباشرة ما بين مطار سيلة بالرباط إلى مدينة قسنطينة. الطائرة قد تجي على 10 ولا تجي على 12، قال لي باسكو نورمالمون تجي على الساعة 12 الحق 12 يلحقوا المطار محمد بوضيع في رحلة مباشرة. هل الفانتينو جاء للجزائر من أجل افتتاح ملعب نيلسون مانديلا، أو جاء ليتوسط عند التبون من أجل يعطوا الترخيص لمنتخب المغرب؟ أنا ندير قراءة يقول بلي تبون حاوله موتسيبي وحاوله رئيس الكاف وداروا معه كل السبل باش يعطي اوتوريزاسيون عفوا، وفي اخر مطاف قبل لهم باسكو المصدر عيط لي من قسنطينه اقسم برب العزه، قال لي ولي سي بون غادي يجو ديريكت غدوا يجو، وعيط لي ومشوكي قال لي مانيش مامن، قلت انا تاني مشوكي من التسعه وانا نعيط، قال لك ديريكت. الناس هاي تقول لك قسنطينه رومبوا يجي على تونس على اسبانيا على باري، الرسمي غادي يجو فول ديريكت، سوى اذا تغيرت الامور في هذه الصحراء او صباحا. اذا هذا الامر سرق باسكو انا 95% قالوا لي، انا قالوا لي 100% بصح انا تعرف انا دوك الناس ما يعطوني اخبار، انا مانيش خدام ونشوف الاوتوريزاسيون بعينيا ولا، قال لك بلي والي غادي يجوا ديريكت. يا خويا بصحتكم انا كنت ضد هذا القرار، بصح اذا صح هي راهم يقولوا صح، انا ندير لكم فيديو ونتحيل القلق شحال نتحيل تحيه قويه كاع، ولا بلي كلامك وليدي فات، وستكون ضربة موجعة لكوتي الجيريان. انا نستعرف بالهزيمة، انا ماشي نقول لكم بلي حنا وحنا وحنا، قلت لكم هذا القرار سيادي كان نهار الاول عطيتوهم وهنيتونا، دروك قرار سيكون صادم للجماهير الجزائرية ومواقع التواصل الاجتماعي. سوا السيد لا غلطني خاوتي، المصدر يقول بلي فول ديريكت وغاد، وشوف من تشوف بلي رجعوا منا ونيونا ما عند القجع، تعرف بلي جاته اخبار رسميه باللي غادي يروحوا فور ديريكت. هذا الخبر عطيته لهم خاوتي، المغرب غادي يجي في طائره مباشره من الرباط الى الجزائر.
انا شوف قلت لكم انا ماذا بيا ما يصدقش الخبر، بس عايده صدق بصحتكم، نستعرف بصحتكم خويا، وان شاء الله اذا دروك طلقوكم باش تجهدوا يطلقوها كاع الشعب المساكين، انا ما يطلقوش الشعوب، انا بدي يطلق على الشعب العائلات اللي متزوجين في وجده في الناظور في با في في وجده في سيبا في كازا في في وهران في الجي المغاربه، حلوا لهم ديالك مساكين، علاش تحلوا غير الفوت، حلوا ديريكت ان شاء الله ماذا بينا هذا القرار اذا ترسمت غدوة ندير فيديو بعد بعد الجمعه ونقول لكم هل تحيه لكم، ولا الا كانت قبل الجمعه ندير قبل الجمعه عادي، انا المصدر يقول لي بلي غادي يشوفوا ديريكت، والله اعلم تبقى خلوا لي غير 5% في بالي غلط باش المصدر تاعي نقول انت خوش المصدر قال لي اوفيسيال، والمصدر جابه لي ما عند مسؤول رسمي قال لها سي بو جات المعطال الورقه بلي غدوه يجوا كذا 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 غدوه يجوا فول ديريكت بصحتكم لقجع، اذا صح وترسمت 100% نستعرف بك انت قوي، وانا ما كنقول بلي انت قوي في كواليس الكاف، ولا بهذه انت تجيب القرار ولا رام تدخل الجي تدخل الجزائر يا خويا ما ينالك ما ينق ما ينق، نعترف نعترف بلي انت يا هددت وتهديد تاعك اصلح، ولكن غدوه تبان كلش غدوه تبان كلش. بصحتكم خوتي، تحيه لكل الشعوب المغاربيه، خاوة خاوة، وانتو تيفراجيلي، والسلام عليكم.